خليني احكي لكم حكايه. ده محمد، وده اول يوم ليه في جيت واي، زيه زي اي حد جاي يشتغل على الانجليش بتاعه. داخل في اول يوم عنده رهبه وخوف، يا ترى هقدر، يا ترى هكمل، يا ترى هوصل. اسئله كتيره قوي جوه دماغه، قاعد متوتر ومكسوف وخايف يتكلم، وكل حتة فيه بتقوله قوم امشي. بس بص حواليه لقى ناس عندهم نفس الهدف، نفس الإحساس، نفس المشكلة، وكلهم متجمعين مع بعض عشان يوصلوا لنفس النتيجة. فقرر انه يكمل. كلاس بعد كلاس، ترينر بعد ترينر، الناس بتتغير، الناس بتمشي، وهو مكمل لغاية ما بقى قادر انه يقف يعمل بريزنتيشن كاملة بالانجلش قدام الناس من غير ما يخاف. اوعى تفتكر ان دي الحكاية. محمد دلوقتي داخل جيت واي زي اول يوم، وبيفتح نفس باب الكلاس، بس المرة دي هو مش طالب. محمد انجلش ترينر في جيت واي، بيعلم الناس، بيعرفهم ازاي يتكلموا انجليزي، ازاي يتغلبوا على نفس الخوف اللي كان عنده، ازاي يكملوا، وبيحاول ينقل خبرته للناس اللي قاعدة على نفس الكرسي اللي هو كان قاعد عليه، ووصل لحلم من احلامه. وده اللي جيت واي متعود عليه. جيت واي قادرة توصلك لحلمك وتساعدك توصل لهدفك. ومش بس كده، جيت واي مجتمع كله بيساعد بعضه، مجتمع بيبني بعضه، مجتمع هيساعدك تبقى افضل. لو عايز تبقى واحد من المجتمع بتاعنا كلمنا. Gateway English Community. Grow Bolder.